كتير من حضراتكم بيبقى معاه مبلغ من المال بس هيستخدمه بعد فترة قريبة. طب ليه في خلال الفترة دي ما تستغلوش وتستثمره، سواء الفترة دي كانت 3 شهور 6 شهور 9 شهور او حتى سنة؟ النهاردة هنتكلم على أداة من الأدوات الاستثمارية الجيدة اللي تدي لك عائد مرتفع على الفترات دي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المصرفي. الادوات الماليه قصيره الاجل او الادوات الاستثماريه قصيره الاجل بتنحصر في حاجتين اللي احسن عائد عليهم موجود حاليا، وهي ودون الخزانه وصناديق الاستثمار منخفضه المخاطر. خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله هعمل لحضرتكم المراجعه الدوريه اللي احنا بنعملها مع بعض كل 3 شهور. النهارده هنتكلم على الطرح الاخير ليونيو 2022 في ودون الخزانه والعائد اللي ارتفع بشكل جيد في الفتره الاخيره. ودون الخزانه زي ما حضراتكم عارفين هي اداه من ادوات الدين الحكومي بتصدرها وزاره الماليه لما بيكون في عجز في الموازنه وعايزه تعمل تمويل او سد للعجز ده. اللي بيصدر ودون الخزانه بالنيابه عن وزاره الماليه هو البنك المركزي عن طريق ان هو بيعمل طرح في يومين، يوم الخميس بالنسبه لمده 182 يوم و364 يوم اللي هي مده الست شهور والسنه، وبالنسبه ليوم الاحد اللي هي مده ال91 يوم وال273 يوم اللي هي الثلاث شهور والتسع شهور. حضرتك لما بتروح البنك بتاعك في اليومين دول قبل الساعه 10 صباحا علشان تشتري في العطاءات بتاعت ادون الخزانه، ده كده بيبقى اسم حضرتك اشتريت من السوق الاولي لانك بتشتري مباشره من البنك المركزي. اما السوق الثانوي فبيبقى عباره عن ان البنك اشترى زي حضرتك بالظبط من السوق الاولي ادون خزانه وبتبقى موجوده عنده في البنك. اي عميل بيروح له في اي يوم مختلف عن ايام السوق الاولي بيبيع له من ادون الخزانه اللي هو كان مشتريها بعائد اقل حاجه بسيطه من العائد بتاع السوق الاولي، وفي نفس الوقت هو اللي بيتم فيه عمليه بيع او استرداد ادون الخزانه. يعني لما حضرتك بيكون عندك ادنى خزانه بتروح للبنك بيعرض عليك عائد معين للاسترداد وحضرتك بتقبل او بترفض او تستكمل مده الادن زي ما حضرتك بتحب. العائد على ادون الخزانه بيتم بالخصم مقدما، يعني حضرتك لو اودعت مبلغ 100000 جنيه وبالتالي اللي هيتخصم من حساب حضرتك كمثال هنقول 97000 جنيه، وهيتفضل لك العائد في الحساب اللي هو 3000 جنيه، ده العائد اللي حضرتك بتحصل عليه. علشان حضرتك تتاكد من النسبه في ناس بتروح قاسمه المبلغ ال 3000 جنيه كمثال على ال 100000 جنيه فبيقول لك لا انا كده العائد مش مظبوط او معدل الفائده مش مظبوط. لا، حضرتك لما تيجي تقسم اقسم ال 3000 جنيه على ال 97000 المبلغ الفعلي اللي اتخصم من حساب حضرتك مش على اجمالي المبلغ. الحد الادنى لادون الخزانه هو 25000 جنيه ومضاعفاتها. العائد اللي بيجي لحضرتك ده بيبقى عليه ضريبه 20% بتتخصم من المبلغ اخر المده. يعني احنا في الحاله اللي احنا اتكلمنا فيها دي لو العائد 3000 جنيه هتبقى الضريبه عليه 600 جنيه. لما تيجي حضرتك تستلم المبلغ اخر المده مش هتاخد ال 100000 على بعض، لا هتاخد 99400، ده كده اجمالي المبلغ بعد خصم الضريبه. في بعض البنوك ما بتاخدش اي عمولات او مصاريف على ادون الخزانه زي البنك الاهلي المصري، وفي بعض البنوك بتاخد زي بنك مصر اللي بياخد نص في الالف بحد اقصى 500 جنيه. طيب موضوع العطاءات ده بيمشي ازاي؟ اكتر من حد بيقدم العطاء بالمبلغ بتاعه والعائد اللي هو عايزه على المده. خلينا نقول مثال هنتكلم على مده ال 91 يوم. انا وحضرتك وغيرنا كل واحد فينا قدم العطاء بتاعه بالمبلغ اللي هو عايزه وبالعائد اللي هو عايزه على المبلغ ده. هنقول كمثال ان انا قدمت عطاء ب 100000 جنيه والعائد عليه 14%، وحضرتك قدمت عطاء برضو نفس الكلام 100000 جنيه بس ب 14.4%، وهكذا يبتدي ياخد من الاقل عائد اتقدم لحد ما يوصل لحد اعلى عائد بناء على المبلغ اللي هو محتاجه. هنقول مثلا ان هم محتاجين مليار جنيه، يبتدي ياخد من اقل عطاء اتقدم له اللي هو 100000 جنيه على 14%، وبعد كده ياخد العطاء اللي بعده وهكذا لحد ما يوصل ان هو يكمل المبلغ اللي هو محتاجه. اعلى عائد وصل له في المبالغ اللي اتاخدت دي هيبقى ده الحد الاقصى للعائد، والحد الادنى ده اللي هو اقل واحد، وبيتعمل متوسط للعائد. ولما تيجي حضرتك تقدم عطاء علشان تضمن ان هو يتقبل، اكتر حاجه بنصح حضرتك بيها ان انت تكتب متوسط سعر العائد علشان تضمن ان انت هتاخد عائد كويس وفي نفس الوقت العطاء بتاع حضرتك يتقبل. وهسيب لحضراتكم رابط في صندوق الوصف في اكسل شيت تساعد حضرتك على حساب ادون الخزانه، بتدخل له المبلغ ومعدل الفايده، بيحسب لحضرتك كل حاجه وكل التفاصيل. طبعا دي حسابات تقريبيه والادق بتبقى موجوده في البنك. في نفس الوقت لو عندك ادنى خزانه وعايز تسترده هتلاقي برضو اللينك موجود في نفس الاكسل شيت. نيجي بقى نتكلم على نتيجه طرح الاسبوع الاخير من يونيو 2022 واللي سجلت ارتفاعات عن الطروحات السابقه ليها في معظم المدد بتاعه ادون الخزانه، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. اول مده هنتكلم عنها هي مده ال91 يوم او الثلاث شهور، والحد الادنى للعائد سجل 14.992% والحد الاقصى سجل 15.350%، ومتوسط العائد 15.268% وإضافي تقريبي 12.214%، وكده متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق. المدة اللي هنتكلم عنها بعد كده هي مدة ال 182 يوم أو الست شهور،
والحد الأدنى للعائد سجل 15% والحد الأقصى سجل 15.35% بمتوسط عائد 15.304% وصافي تقريبي في حدود 12.243% وبرضه متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق ليه. بالنسبة لمدة 273 يوم أول 9 شهور الحد الأدنى للعائد سجل 13.899% والحد الأقصى سجل 15.401% بمتوسط عائد 15.356% وصافي تقريبي 12.284% وبرضه كده متوسط العائد سجل ارتفاع قوي عن الطرح السابق ليه. نيجي لاخر مده في اذون الخزانه وهي مده 364 يوم او السنه والحد الادنى للعائد سجل 13.9% والحد الاقصى سجل 14.1% ومتوسط العائد سجل 14.084% والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 11.267% وكده متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق لي. نيجي بعد كده نتكلم بقى على سندات الخزانة ودي مدتها بتبقى أطول شوية من أدون الخزانة. احنا عندنا أدون الخزانة أقصى مدة فيها هي السنة. سندات الخزانة بتبقى المدة اللي أعلى من كده اللي هي بتبقى السنة ونص والسنتين والثلاثة والخمسة والسبعة والعشرة والخمستاشر ودي أقصى مدة بالنسبة لسندات الخزانة. هي برضو زي أدون الخزانة أداة من أدوات الدين الحكومي بس الحد الأدنى ليها بيبقى 1000 جنيه والعائد بتاعها بيصرف على حسب شروط الطرح كل 6 شهور أو كل سنة وبرضو العائد ده بيبقى عليه ضريبة 20% بتتخصم وقت صرف العائد. حضرتك لما بتيجي رايح علشان تشتري سندات خزانة من البنك حضرتك بيبقى عندك كود في البورصة لو ما عندكش يبقى حضرتك بتختار بنك بيكون عنده حفظ أوراق مالية علشان يقدر يطلع لحضرتك كود في البورصة لأن إعادة بيع السندات بيتم من خلال البورصة المصرية. بس اللي نقدر نستثنيه من كل الكلام اللي احنا كلمناه على السندات هي سندات الخزانة السفرية الكوبون اللي بتعامل نفس معاملة أدون الخزانة من حيث الحد الأدنى والعائد وكل حاجة. الحد الأدنى ليها 25,000 جنيه والعائد بتاعها بيصرف بالخصم مقدما ونتيجة الطرح الأخير الحد الأدنى كان 13.99% والحد الأقصى كان 14% ومتوسط العائد كان 13.994% بصافي تقريبي 11.195% وما حصلش أي تغيير في العائد عن الطرح السابق لي. آخر مدة معنا النهاردة في الحلقة وهي مدة 5 سنوات لسندات الخزانة والحد الأدنى للعائد سجل 14.22% الحد الأقصى سجل 14.25% ومتوسط عائد 14.233% والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 11.386%. ده ببساطة ملخص نتيجة طرح الأسبوع الأخير من يونيو 2022 وزي ما تعودنا مع بعض كل أسبوع بنتابع العائد بتاع الطروحات ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي. يا رب يكون قدرت أفيدكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم إشعارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتكم دوسوا لايك وتعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير. محمد رجب.